سنين لسنين وصرنا سالوفة شمادة كل عمر نصبح حزين وين كنا إلى عزيز عودي جاي اكتب لك هاي الرسالة وانا الدمعة بطرف عيني كابت وخري وين صرنا وين درني يعني بربك فاطمة الخالدي بعد الحد الآن ما منزلين الجزء الثالث مالتها أقول لك قولوا ياي صديق راح يحضرون التيك تيك جا حس حس وين يطوي شخطي ما أعرف أضوج عليهم لو أضوج على بسمح مرياض بيوم راحوا وسموها عالية خطية شنو خصة الأسامي قابل سموها جوري سموها ليلى سموها عسل عسل قابل صديق عود عودة عسل حسام ماكو ظل بالي عليها أقول شنو خاف قاعدة بالبيت بيت رشق آه ذكرتني عودة ببيت رشق أنوار والوليد أقول لك عودة هم كم واحد أدري مارك مبتلي بيهم بلوي صدق عودي ما دبرت لمطي صار ليش قد موصيك على مطي عودي أنا كلش ضايج ومخنوق وبي حسر على الفن العراقي ضايع كلش الأمور مو تمام المهم عودي فدوة لا تنسى المطي فدوة رحت لك صاح مساك عرفت شفايفك مجبور وللمغرب بقت عبراتي محبوسة ولأن يدري المؤذن أنا لك مشتاق صاح بالسماعة أبو نمر براحتك بوسة بعد طول انتظار وبالبيت ماكو مي حار من قبل جماهير متعطشة ومجنونة وبعد الكثير من الوعود الكاذبة من قبل المدعو أنا أبو نمر الآن أصبح وبين أيديكم خوش تي في ناخذ اتصال ونقول الو الو ابو نمر تسمعني لو اطلع بالحوش والله الصوت شوي ضعيف طلع بالحوش بس دباش من الطلقات هساني بالحوش تسمعني ايه اسمعك زين يا هذا الادبس سكراره من جيراننا دا يغمز لي وليك لا اجي اطفي عينك ولك ما تستحي تغمز لي عم طبوي طبوي شنو بهالاطلاب هاي طبوي شلونك حبيبي ابو نمر والله بخير ان شاء الله الاسم بالخير شو اسمك انت اسمي زينب ويصحولي بالسناب زوزو بالسناب زوزو بالتليجرام شي صحولك والله ما صحت ابو نوني ايش عجب ابو نوني شنو ابو نوني يا ابو نوني صاير ايش حالاتك وما تتحكي شنو بس لا قايم تاكل باكي لا كل ريزو سد الاتصال عزيزي المخرج طبعا تحياتنا للمخرج مطلعي بالدين العفو عزيزي المخرج بس جاني اتصال على هاتفي الشخصي بس خلي اشوف منو وياي العفو الو الو حبيبي تفضل تعجو حاليا تفضل شرايد من يمي وتتصل على هاتفي الشخصي مرحبا ابو نور مرحبتين وثلاثة هذا رقمك ليش تتصل علي اي قابل اتصل على يمين من البريج هو نفسي احكي أبو نمر أدي نكتي أحكي حبيبي قول شنو نكتك أنت حالياً على الجو مثل ما قلت لك وشنو نكتك قولها إيه اليوم سعد الحلي صعد للفضاء إيه يتمشي ماكو بشر طب أثر بزربوي إيه فرح قالوا لي ليش فرح قالوا لي وين زين أكو طي العفو آسفين على هيك نكات خادشة الحياة ناخذ فاصل إعلان وراجعكم بعد الفاصل وناخذ اتصال ثاني ونقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي طبعا أبو نمر أنا متابعك من أول حلقة بس هاي أول حلقة ناخذ اتصال ثاني ونقول الو السلام عليكم طقيتك تم الكوت لا بابا جابنا هالكوت اوقف تم الكوت هذا شو اسمه هذا بوتيتا حمص كشفتك تم الكوت شلون تقول انا مو من الكوت لا والله مو من الكوت
زين هذا شو اسمه هذا؟ بلاي ستيشن ولك انت من الكوت. الله ينتقم منك. اي صحيح من الكوت بس ايش مدريك انت؟ خويا تنبين من الكوت ومناسبة اهل الكوت راح ازودك بكم معلومة على اهل الكوت. هل تعلم عزيزي المشاهد ان السناكس بالكوت يسموه تمتوعه؟ ففي يوم من الايام رحت للكوت طبيت المطعم قلت لي اريد صاج، قال والله ما عندي، شوف هذا ابو الخشاب اللي بصفوي. طبعا عزيزي المشاهد ما تقدر تصيح بالكوت، ليه بس تصيح كلها سمعت. الو وين انت يا معود؟ وين صرت تاخرت؟ ولك يا زد حامي الكوت كلها ثلاث شوارع. طبعا هاي كلها كانت مجرد مسحه، والكوت حلوه باهلها وبناسه، والاحسن من هذا الشيء الكوت بها بنى تحتيه جدا جميله. وهسه دزينا لكم مراسل من داخل الكوت راح يشوفكم جمال الكوت من قلب واسط الكوت. لما مال الموظفين الظاهر متريقين باقي له والامور تمام، والاجتماعات جارية على حسب الأصول. مستشفى الزهراء أكيد، يعني أكيد يمكن بها ولد، الله يتمم على خير. نعم الأجواء الجامعية في مدينتك، ولك تدقعد هسه من الكوت تتحارش. العزيزية أكيد العزيزية منورة بناسها، اقعد هسه هي مال يوغا. العزيزية بدون يوغا حلوة أكيد. أجواء العيد واحد يسير على واحد، يشترون ملابس للجهال، والكوت حلو بناسه مثل ما قلنا لكم. والآن ننتقل إلى فقرة الأخبار أعزائنا المشاهدين. أمطار غزيرة تضرب سماء العراق في الأسبوع ذاك الراح، مما أدى إلى غرق بعض العوائل الفقيرة وتضرر الأطفال منهم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي وال دطينا مجال كساعة تباو علي. الخبر الثاني، خبر جابولي بي مكتوب على خير جايبت الشماتة بعيد رمضان. قبل لا عايد أمي تشيلت غير سويتي هاي. قوم يلا وين تعال جيبه جيبه من يمه تجيبه تعال اقعد تعال حبيبي انت بعد منه هيك بمكانه. زين كما ان الخبر الثالث، ذاك اخذ الفلوس وشرد، وهذا جبناه جديد خطيه، وذاك اخلاقه تعبانه، ويعني كله غلط بغلط. خبر ثالث، خبر فززني من النوم. عوده المسلسل العراقي عالم الست وهيبه، دير بالك طلعت وقعه عالم الست وهيبة الجزء الثاني إلى الشاشة العراقية، كما أن بعد تابو من المسميات. وأيضا يعني يا ريت اللي الإعلانات أو السبونسر الاتصال على هذا الرقم، لو شوفوني يطلع لك الرقم، لأن المصورين والمخرجين بعد قالوا بعد ما نطلع هاي أخير مرة، أول مرة وأخير مرة. وحتى أبو الإضاءة تعال أبو الإضاءة. أبو الضابع تطلعت؟ بدا يا آخر ورد. إذا ما أكو فلوس بعد ما أطلع. أكو الشتاف وقف. خطية. يلا أرجع أبو الضاع. ونعم السبونسر إذا تريدون على هاي الأرقام. أبو الضاع تقرب شوية. أي ها هي. والآن أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية. وين أنت تعال وين؟ خطية هذا بحتى ما أقدر أطرده. كش صار؟ لا حبيبي طلع منا، حبيبي طلع منا، يلا روح خطية. والله كيش صار معد، صار مخرج، صار أخرس خطية. وهسه وصلنا لنهاية البرنامج، أتمنى عجبكم هذا البرنامج الخفيف الظل. نعم وهاي كانت مجرد بث تجريبي، وإن شاء الله الحلقة الثانية راح نقدم فتشي أوسع وأحلى، مع تمنياتي لكم بالنجاح.